الساعات الأولى من الصباح بميناء وهران، يعود أحد قوارب الصيد محملا بما لذ وطاب من السمك باختلاف أنواعه. بعد ساعات تصل صناديق السمك إلى مسمكة التجزئة بسوق المدينة الجديدة، لكن سرعان ما تصدمك الأسعار المرتفعة رغم العرض الوفير. فسعر كيلوغرام الواحد من سمك السردين بلغ 600 دينار جزائري، سعر أرجعه الباعة إلى سوق الجملة بالمسمكة الذي يعرف تذبذبا في الأسعار. شنو غالي نبيعو غالي، أنا ما دابينا شنو رخيص نبيعو رخيص، باش نشري نبيعها 60 نشريها بثمانين ونبيعها 300، لا مفيد وخمس أيام الريح. نشرو غالي نبيعو غالي، الله السردينة دارت مليون، هي أنت في ميزك شحال تبيعها؟ 60 ما تخرجش، ما تخرجك 60,000، وبلا بلا لي هذه 5,000 تروح، هذه 4,000 3,000 فيها ترونسبور. فالسمك الذي كان في الوقت ليس ببعيد ما لدى المواطن البسيط، لكن اليوم اضطر المستهلك لإيجاد حلول بديلة على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان. روح للجاي، روح لبوزلو، ما عادش روح الخونجلي، وما يشريش 200,000 و 180 و 150. في بلاصة الحوت ها كثرني حتى تصفاريت بالدجاج وسفير كبني. ارتفاع أسعار السمك يعود للواجهة مع حلول شهر رمضان من كل سنة في واحدة من المدن التي تعتبر مسمكتها وميناء صيدها من بين الأكبر في الجزائر.